لأنه دائما أنا متأكدة ضمنيا إنه طالما ما صار في نوع بتغيير بحركة عم بتصير ما بعرف إذا يعني ايه لانه لقمان كان شيء انه لك اللي عم ليش ليش investigation is ongoing, it's not closed, but nobody was arrested for example until today. The assassination of Lokman, it's not the first political assassination in this country, unfortunately. There have been more than 200, and there has never been accountability. طيب ليش هو وليش غيره اساسا بس انه هو يعني هو بالتحديد ما ممكن انه الواحد بقى يقبل انه ينمس انه ينسكت عن هالموضوع. هيدا كان يعني الهبة الأساسية. المجتمع اللي بتصير فيه اغتيالات سياسية مش بس العيلة الفلانية هي اللي تهددت، المجتمع كله عم يتهدد، فبالتالي في حق للمجتمع انه يعرف شو اللي عم بيصير. I don't want to cut. You can discuss, but I have a...